سيد جميل، يعني صلاح عبد العاطي تحدث عن كثير من الأمور التي أمعنت إسرائيل على مدار عقود في ارتكابها في مع الجانب الفلسطيني، تنكيل بالأسرى وعذاب وحصار وقطع وتحكم في كافة مفاصل الدولة، وأيضا خلال هذا العدوان فقط تم رصد أكثر من 27 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في غزة. يعني دوركم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني؟ يعني كما رأينا جميعا ونتابع بأن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هناك جرائم حرب مارستها قوة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الجرائم تمت من أعلى المستويات السياسية، بل بقرارات متعجرفة وقرارات تدلل على نية القتل الواضح. وفيما بعد رأينا على الأرض المجازر الواسعة بحق السكان المدنيين وبحق الأعيان المدنية وبحق المنشآت التجارية وبحق كل متعرض فلسطيني. تلك التي تمت هي بالأساس مهمة مؤسسات حقوق الإنسان لكي تعمل على رصدها وتوثيقها وإظهار تلك الانتهاكات للمجتمع الدولي من أجل إظهار الحقيقة والعدالة، لأن قضيتنا هي قضية عدالة وقضية حق وقضية كشف وفضح لانتهاكات حقوق الإنسان. تلك الانتهاكات ترقى لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ويمكن اعتبارها جزء من الملفات الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ولدى أي قرار دولي ولدى العدالة التي تحققها إن شاء الله الحقوق الفلسطينية. المعوقات التي تقابلكم من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني ليس الأمر بهذه السهولة سيد جميل. يعني المعوقات هي المعوقات الدائمة. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مساند وداعم رئيسي وكامل بل مشارك في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، وهي ومجموعة من الدول الأوروبية تشكل معادي للإنسانية وللحق الفلسطيني، وبالتالي يتم العمل بنظام الكيل بمكيالين وبنظام ترجيح الكفة لصالح قوة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد لن يدوم، سيواجه بإرادة الشعب وسيواجه بالتحدي وسيواجه بإصرارنا على الحصول على الحق الفلسطيني. نحن لا نألو جهدا عن العمل القانوني، لكننا ندرك ولكن هذه السخافة التي نعتقد أن العمل القانوني وحده هو حق التحرير. التحرير حق تحقيق ضد القانون الدولي للحق بالمقاومه بسبب اشكال النضال، وعلى راسها المقاومه المسلحه لازاله الاحتلال وتحرير الارض. هذا ما نعلمه ضد القانون، وهذا ما نعلمه ضد كل القطع الاخلاقيه في المجتمعات، وهذا ما نؤكد عليه دائما. وبالتالي نحن لا نيأس من ضروره احترام القانون، ولا نيأس من ضروره القانون الدولي على دوله الاحتلال حتى الحقيقة والتحرير. طيب يعني ما هي المجازر التي ترصدونها أو الانتهاكات التي ترصدونها بشكل يومي وتحديدا في مثل هذه الأوقات التي تشهد قصف متجدد؟ يعني نحن نعمل على بناء ملفات قانونية كمؤسسات حقوقية، نرصد حالات استهداف المدنيين، ونحاول أن نطبق ونكيد تلك الحالات وفق قواعد قانونية محددة. ننظر مثلا إلى قاعدة قانونية مهمة في أوقات الحروب أو العدوان، وهي قاعدة الضرورة، ونحاول أن نؤكد بأن قوة الاحتلال تستهدف المواطنين دون أي ضرورة عسكرية، وهذا يظهر المناطق التي بينتها كل الشاشات في منطقة الرمال في مناطق العائلات، من الذي أدى إلى استهداف عائلة شباب أو المعنيين في حنوف عائلة طهو عائلات كبيرة من السكين المدني مدحوها. هذا يدل على أنه لا توجد ما يسمى بالقانون الدولي الضرورة العسكرية، ويؤكد على مخالفة قوة الاحتلال لهذا المبدأ القانوني الهام. وأيضا نرتب ونحاول أن نكيف الوقائع على انطباقها لمبدأ التناسب، لأن ما يحدث من أعمال عدائية أو أعمال
الزراعة أو غيره مما يسمى بالأعمال هنا أو هناك يجب أن تكون متناسبة ولا تستدعي هذا الحجم والقدر الكبير من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.